في 2 أكتوبر اختفى أثر خاشقجي عقب دخول قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية. في 6 أكتوبر مصادر أمنية تركية تكشف أن 15 مواطنا سعوديا وصلوا مطار إسطنبول. في 7 أكتوبر القنصلية السعودية تنفي اتهامات مقتل خاشقجي في مبنى القنصلية. في 9 أكتوبر نيابة إسطنبول تعين نائب عام ومدعي عام جمهوري لاتخاذ الإجراءات القضائية. في 10 أكتوبر الاستخبارات الأمريكية ترصد اتصالات تفيد بأن بن سلمان أمر بجلب خاشقجي إلى السعودية. في 11 أكتوبر تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي. في 12 أكتوبر واشنطن بوست وسي أن أن تكشفان أن تركيا لديها تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي. في 14 أكتوبر الملك سلمان يتصل بأردوغان ويشكره على تلحيبه بمقترح السعودية تشكيل فريق عمل مشترك. في 16 أكتوبر مسؤولون أتراك وسعوديون يدخلون مقر القنصلية السعودية لإجراء الفحوصات. في 17 أكتوبر بومبيو يصل إلى تركيا قادما من السعودية لبحث حادثة خاشقجي. في 18 أكتوبر ترامب يرجح موت خاشقجي ما لم تحدث معجزة المعجزات بحسب تعبيره. في 19 أكتوبر تشاوش أوغلو ينفي إعطاء أنقرة أي تسجيلات صوتية إلى بومبيو أو أي مسؤول أمريكي. في 20 أكتوبر السعودية تعترف بمقتل خاشقجي إثر شجار وتوقف 18 شخصاً وتعفي مسؤولين أمنيين. في 21 أكتوبر ترامب يعلن أن الاعتراف السعودي خطوة جيدة وأنقرة تتعهد بكشف جميع الحقائق. في 22 أكتوبر الشرطة التركية تعثر على سيارة تابعة للقنصلية في مرآب للسيارات بإسطنبول. في 23 أكتوبر أردوغان يطالب السعودية بالكشف عن المتورطين في مقتل خاشقجي. في 24 أكتوبر قادة أوروبيون والأمم المتحدة يطالبون بالكشف عن المتورطين الحقيقيين. في 25 أكتوبر النائب العام السعودي يعلن عن ورود معلومات تركية بأن المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. في 26 أكتوبر النيابة العامة في إسطنبول تعد طلباً إلى السعودية لتسليم المشتبهين لمحاكمتهم أمام القضاء التركي. في 29 أكتوبر المدعى العام السعودي يصل إلى إسطنبول في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي. في 30 أكتوبر خطيبة خاشقجي تطالب ترامب بالمساعدة في إظهار الحقيقة. 31 أكتوبر النيابة العامة في إسطنبول تصدر بياناً حول نتائج التحقيق أكدت فيه مقتل خاشقجي والتخلص من جثته. وفي 1 نوفمبر واشنطن تطالب الرياض بتحديد مكان جثة خاشقجي مشددة على ضرورة إعادتها إلى أسرتها.